السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم في الحلقة دي عن واحد ممثل ومخرج ومنتج. هو مخرج وممثل ومنتج مصري، بدأ حياته ممثلا ثم كمنتج ومخرج، وكانت بدايته من خلال فيلم لماذا أعيش عام 1961. ظهر كممثل وشارك بالإنتاج أيضا، وتوالت أعماله بعدها حتى الثمانينات. من أبرز أعماله غريب، ولد عجيب، الحقيبة السوداء، رجب الوحش. أنتج فيلم لماذا أعيش، وفيلم يوم الحساب، وفيلم حارة السقايين، وفيلم الذئاب على الطريق، وفيلم بنت غير كل البنات، وفيلم الرحمة يا ناس. أما في مجال التأليف فكتب القصة والسيناريو والحوار لفيلم غازية من صلبات، وكتب سيناريو فيلم بنت غير كل البنات، وأيضا كتب قصة وسيناريو وحوار فيلم جدعان باب الشعرية، وفيلم غريب ولد عجيب كتب السيناريو والحوار، وأيضا سيناريو وحوار فيلم رجب الوحش، وأيضا سيناريو وحوار فيلم حارة الحبايب، وده كان عام 1989. أما في التمثيل فهو مثل في 3 أفلام المذكورين أو الموجودين: فيلم لماذا أعيش سنة 1961، كان وجه جديد، كان بيعمل شخصية جميل، وفيلم الحقيبة السوداء كان بيعمل دور عضو في عصابة سنة 1962، وفيلم يوم الحساب أيضا في عام 1962 كان بيعمل دور كمال ابن كوثر هاني. كنا نتحدث عن فناننا الممثل والمنتج والمخرج كمال صلاح الدين. كان متجوز من الفنانة أمال رمزي، وهو أول من قدمها في السينما المصرية كممثلة، وهو أيضا والد الممثلة فيفيان صلاح الدين. كنا نتحدث عن الفنان الراحل رحمة الله عليه كمال صلاح الدين. تاريخ ميلاده كان 12 إبريل عام 1937، وتاريخ وفاته كان 11 يونيو عام 1986. الممثل والمخرج والمؤلف والمنتج كمال صلاح الدين ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.